نادي مصر المقاصه مسجل 8. ادي البدايه مع الكابتن ولا تتلعب حلوه قوي، وادي التاكلينج من احمد صبيحه لكن يلحقها ايمن الصفاقسي، توصل للي جاي من ورا لقدام، تفتح اللعبه ناحيه شمال احمد رفعت واحد من نجوم نادي فيوتشر بالقدم اليمنى رفعت يلعب العرضيه، وادي راسيه الهدف الاول، الهدف الاول ايمن الصفاقسي صالح نادي فيوتشر، اول هدف لفيوتشر في الدوري الممتاز كان عن طريق ايمن الصفاقسي، وبعد مرور دقيقتين فقط ايمن الصفاقسي نادي فيوتشر، وبمساعدة هنا لاعبي مصر المقاصة تتلعب لجوزيف، جوزيف دخل جوه 18 وادي العرضية لكن أحمد صبيحة يا ولد قبل ما رفعت افتح الكادر، افتح الكادر أيوة كده تتلعب حلوة يا راجل يا راجل يا راجل، مصر المقاصة قاموا يلعبها للي جاي من ورا قدام، فرصة للتسديد، فرصة للتسديد مش ممكن مش كده، وادي الأمامية مظبوطة لأحمد عاطف للي جاي بوشه، ناصر ماهر يعدي حلو لأحمد رفعت والأوفر لاب من ناصر تتلعب له مظبوط، ناصر ماهر بالشمال يلعب العرضية تعدي تعدي ما تلاقيش غير عمر محمد رضا مش ممكن طالع له عمو يعدلها على يمينه، استنى العرضيه حلوه، العرضيه حلوه الراسيه لكن في نص الجول ما تلاقيش غير جن جوزيف يستخلص الكره بدون فاول بقرار من حكم اللقاء، تتلعب عند محمد رضا الوان حلوه التول اماميه احمد عاطف، احمد عاطف ممكن يعدي، احمد عاطف يعدي من محمد مجدي فرصه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا عاطف، الكره بتخدمه والكره بتحبه لكن قبليه بحبتين والحبتين جايه من احمد عاطف يا ولد يا ولد، حلوه الكره ساعي للوصول الاول لنقطه التعادل، وعشان يسجل التعادل لازم يحرز اللعب المهمه اكتر واكتر، احمد عاطف يلعب الكره ناحيه شمال احمد رفعت، البدايه القويه من نادي فيوتشر رفعت رفعت يضم لجوه حلوه بجوار القائم حلوه من رفعت سعد سمير، لكن شوف الهجمه دي الاول يا ولد تترد العاطف، فرصه ثانيه احمد عاطف يهيئها لاحمد رفعت ولكن تتهيأ بصعوبه لمحمد رضا عايز يركنها ببطن رجله، وعلى محمد محسن ليله تسديده تتهيأ وفرصه دي التسديده بجوار القائم تتهيأ لمحمد امو يلعب الكرة يا ولد 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 تترد لسعيد الونش، سعيد يلعبها لورا جوزيف اتولي اتولي يعدي يعدي اتولي والتسديدة لكن فوق العرض يلعبها البينية لاحمد عاطف، عاطف للي جاي من ورا قدام ناصر بيفكر في التسديدة عالية من ناصر ماهر يفوق مصطفى البدري من اللعيبة صغار السن يعني 24 سنة ما شاء الله لمصطفى البدري، وادي هدف لاحمد عاطف يا ولد يا ولد هو ملك الاسيستات يا سلام يا البعيده ناصر ممكن يخليها هاتريك او انداي او انداي ما راحش عاطف ما راحش عاطف ما راحش يلا يحط جسمه ويعدي ممكن يلعبها لانداي ممكن يلعبها لانداي حب يلعبها لنفسه تخبط فيه ممكن كره هدف لا والله لا والله من بره ادى لكن صافره النهايه من محمد العتباني ثلاث نقاط لصالح نادي في اليوم موسيماني وجها لوجه للمره الثالثه
امام هيثم شعبان، ومواجهه اليوم تعتبر هي مواجهه ثالثه في تاريخ النهارده. بيرسي التاوي النهارده موجود بره على الدكه، كرة طوليه والراسيه حلوه جميله جدا، وانهزم من قبل مشاهدينا في 5 لقاءات. محمود وحيد عاليه والراسيه حلوه، الله 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 على الارتقاء والله على الراسيه المنيه الاسود في هذه المباراه. وسيراميكا هيكون بزي العناب النهارده على يمين حضراتكم، على الشمال محمود وحيد، الكرة الطولية لصلاح محسن، هات خط حلوة لوحيد، عاوز يعدي وحيد مع الكرة، محمود وحيد منتقل طول عرضية لبرة لقفشة وساندة والتصويب ولكن ضعيفة. الشوط الأول اللاعب الخطير كوابينا، عرضية راسية من أشرف ترجع اليمين للغني كوابينا، ادي كوابينا متحرك في كل مكان في الملعب، عالية خطيرة والراسية يا الله يا الله. عادة سيراميكا هجوم معاكس، الخطورة والسرعة، ابراهيم على الشمال منتهى الخطورة، شريف دابو، شريف دابو ورؤية وعرضية وراسية، يا 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 اسبوع 17 من عمر الدوري المصري الممتاز. محمد ابراهيم، ابراهيم بعرضية خطيرة اللمسة، ولكن محمد هاني كورة وحيد والساندة بكسوني، ميكسوني على اليمين تصل شريف لما كورته حلوة بس روعة، هبة تصويبة يا الله يا الله، التصويبة القوية التصويبة القوية. دفاع من ياسر ابراهيم، ترجع للتوني، تترد من طاهر، محمد طاهر منتهى خطورة، خالد صبح دربك قطع، تصل محمد شريف، شريف عاوز يعدي شريف، شريف والساندة مرة تانية خطيرة من ميكسوني، والعرضية استلام هبة خطيرة، والكعب والمتابعة والدفاع والتصويبة والمتابعة مرة تانية تعدي، يا الله يا الله. وصفارة وحكمنا بصفر بنهاية الشوط الأول، شوط سلبي في الأداء وفي النتيجة في لقاء سيراميكا والأهلي في الأسبوع بالتمام والكمال. وخروج صلاح محسن 18، خرج صلاح محسن ونزول طبعا بالستاو. شوط التاني بدا هون، راح الان على الشمال بالزي العنابي، لمسه انطلاق اول لمسه بالستاو، التصويب والهدف مش ممكن، يه يه يا مصطفى ميسي يطلع كورته عاليه خطيره والراسيه، يا الله يا الله من محمود البدري، ويعتبر واحد من اغلى اللاعبين الاجانب الموجودين في الدوري المصري. اما حلوه بالستاو التصويب، ولكن الدفاع مصطفى ميسي لما كورته ميسي، عدى ميسي سريع، ميسي مصطفى ميسي خطير، لسه هاجم على اليمين مصعب البطاط على الارض لباسم والساندة لميسي، مصطفى ميسي على طول محاولة تصويب ولكن بعيدة وعالية بقى، لكن فؤاد عاوز يعدي، عدى كريم لعب عرضية حلوة، اللمسة مش ممكن مش ممكن مش معقول، هجمة جميلة منظمة، قفشة قفشة عالية فوق، الشحات والتصويب حلو مش ممكن، الله الله الله. ميكسوني باصة وقطع حلوة من البطاط، انطلاقة محمد ابراهيم، محمد ابراهيم ورؤية وهجمة وعرضية غير عادية، تصويب وهدف، جول جول جوه جول، محمد ابراهيم يعمل اسيست روعة، ادي الرؤية وادي العرضية الساحرة ثم التصويبة الجميلة بالقدم اليسرى، محمد الشناوي حارس المرمى يطلع كورتة عالية الامام راسية تعدي استلام، وتي خطورة تاو بس تاو لسه تاو، والدفاع لسه في خطورة، لمسة موجودة، الشحات وعرضية وراسية، ولكن صدى حلوة من حارس مرمى عامر عامر في مواجهة طبعا كلها من طوقة وكمان المدافع خالد صبحي، وادي السقوط وادي الدفاع بقوة ثم العرضية والراسية من محمد محمود، هنشوف حكمنا يديها ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي، ركلة جزاء لسر عامر، افشا جول جول جول، العزيمة قدر يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء بقلي حمدي فتحي، تصل والان حكمنا بصفر بنهاية المباراة، اللقاء الكبير ولقاء ينتهي مشاهدينا. كبير الوادي صديق جولا وراس الحرب هو مروان حمدي، ملعب الإسكندرية، المحاولات الأولى، اللحظات الأولى، الدقائق الأولى، الفريق اللي يعيش البحراوي لم وعد ودار، ولكن الكرة خرجت إلى ركلة ركنية، تحرك لأحمد مودي مش وقت هيك كرات يا أحمد، مش وقت هيك كرات يا أحمد، دائما
للاعب كرة القدم أن يخاطر في من أجل هز الشباك وتشكيل خطورة على مرمى الحارس الهاني سيمان. وصلت الكرة إلى الأمام، يتقدم في الكرة إلى الجبهة اليمنى لجيفرسون. جيفرسون إن كاد يلعب هطا على كرة، على محاولة الآن شكري نجيب إلى منطقة الجزاء في اللقطة الماضية، والكرة بانتظار صف عند الدفاع، وصلت إلى بيكام إلى الأمام، البحث لمروان حمدي في كرة ولا أروع لبكري. عبد الله يتقدم في الكرة، البحث إلى أقصى الجهة اليسرى، محاولة في منطقة الجزاء، مروان خطيرة، يا الله يا الله، منطقة الجزاء البحث عن راسية، أين التصويبة؟ عودة من جديد لسوكاري، سوكاري الله، كرة جميلة لمحمد، هنا مر عدى سوكاري خطيرة الله. لحظات صعبة، وعبد الكبير الوادي على التنفيذ، عبد الكبير الله على التنفيذ، وحكم اللقاء الحكم محمد. محمد عادل بيظبط ساعته، وعلى بركة الله أصدقائي هنبدأ نتابع هذا اللقاء في 30 لقاء على الاتحاد السكندري، والتعادل كان موجود وحاضر في 35 مباراة. أول محاولة من زعيم الفلاحين حميد بسيوني، مدرك تماما احتياج لصاحب الضيافة، ودي فرصة وكرة أولى، فرصة كبيرة جدا وفاز بالمؤجلات. ادي كرة مرة تانية لمصلحة نادي الاتحاد، خالد الغندور بيلعب كرة عرضية خطيرة عدت مرت، وادي التسديدة، ادي التسديدة من عمرو شعبان، بدأ الايقاع يزيد، وادي السيد سالم تسديدة بعيدة المدى، مهارته الفردية بشكل جيد، لسه بيعمل مراوغات، ادي كرة عرضية وجول، جول 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 من اللمسة، بعد فاصل من المراوغات كرة يا ولد يا كم. لا بالفعل بالفعل أصدقائي محمد عادل في هذه المصري الممتاز، وتقدم في أحداث الشوط الأول لصاحب الضيافة وصاحب الدار زعيم الصغر نادي الاتحاد بهدن جدا، مسجل هدف، هو هدف غزل المحلة فاركو، أدي الكرة العرضية مرة تانية، وأدي راسية خطيرة ولكن فين رجل، وأدي كرة على القائم التاني حلوة عند إبراهيم حسن، عمل كنترول وعدى وفات وبيعمل ترقيصة مرة تانية، يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن عدت مرت لهشام، أدي الكرة العرضية خطيرة، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، محمد عادل يطلع صبري، عدى يا ولد بالمهارة، وأدي التسديدة تقع من ورد، الكرة وركلة جزاء، ركلة جزاء وفوران وثورة كبيرة جدا والخطأ وقعت من عمرو شعبان بعد مهارة، داخل إبراهيم حسن وبيصد عمرو، لسه المتابعة لكن بيتألق، أدي لقطة مرة تانية، وبواتنج وجول جول 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 جول، عملها البديل، تاني أهداف نادي الاتحاد، بص شوف الحكاية حطها قولا
للهدف رقم 77. ادي كرة امامية مرة تانية وفرصة الفوزي وجول جول 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 جول. ليلة البدلاء وفوز الحناوي بيكمل الثلاثية. الثلاثية بص شوف الحكاية وبص شوف الحناوي لعب سريع على الاطراف. فوز الحناوي اللي سجل تاني الاجوان وكرة مرة تانية بترتد في المشاهدين في هذه الأثناء بيصدى الستار على هذه القصة. وطارق سامي وأرنو وسيف العجوز من ناحية تركيز جونياس مع المهدي سليمان أحمد أيمن منصور عمر جابر إيريك تراوري. تترد مرة تانية عند اللاعب يا ولد تاكلينج على الكورة فرصة للتسديدة فرصة وادي بسن الجزمة تعمل الكورة الأمامية الوليد الكارتي يستلم حلو يستنى المساندة الوان ثري اللي دايما بيلعب عليها نادي بيراميدز تعدي الكرة للي جاي من ورا لقدام فرصة لصالح نادي بيراميدز عبد الله السعيد عبد الله عبد الله عبد الله يا ولد يا ولد المغربي وليد الكارتي مع أحمد فتحي ناحية اليمين وطلع له فخر الدين بن يوسف يستلم فخري لك يا ولد على التسديدة ويا ولد يلعب الكرة العرضية على القائم البعيد لوحده حمدي يريحها لورا عند وليد الكارتي تريحها من وليد للي جاي من ورا لقدام بلاتي توري كل دي تمريرات لصالح نادي بيراميدز دون الوصول للمرمى محاولات لإيجاد ثغرة الأمامية الأمامية فخري لك يا سلام يا سلام يا سلام رمضان هل هلالك يا رمضان هل هلالك يا رمضان يسجل هدف لصالح نادي بيراميدز لك شبكة هدف أول لصالح نادي بيراميدز هدف رائع هدف رائع لصالح نادي بيراميدز بص حضراتكم هنا فخر لكاي أسيست هو الأحلى هذا الأسبوع يطلبها الشبراوي تتلعب للشبراوي وادي حكم اللقاء يدي بينالتي ما خدش فاول الشبراوي ولكن الشبراوي مش سهل ابدا مش سهل ابدا من الترقب امر واكرامي صدها اكرامي وخالد امر يركنها بهدف لصالح نادي الجونه الفرصه الثانيه السكند شانس لخالد امر على شمال شريف اكرامي اللي انطلق معاها في نفس الدار وصافرة نهاية الشوط الأول شوط ممتع من الفريقين على استاد بيراميدز تبحث عن الصخرة وادي محمد حمدي يلعب الكرة العرضية تعدي الكل أين الخطأ الدفاعي كم ممكن يتسبب يتحرك لوليد الكارتي عمر جابر بوش رجل خارج الفخري لكو يا رجل بالعرض بيراميدز بيجيد تنفيذ الكرات الثابتة عمر جابر يلعب الكرة العرضية والرأسية تكمل علي جابر مش ممكن بالتخصص أسامة جلال أسامة جلال الفولو مباراة الفولو مباراة المتابعة يسجل أسامة جلال بيجيد تنفيذ الكرات الثابتة عمر جابر وادي الرأسية من وليد الكارتر الكنترول يفرق هنا من وليد يلعب العرضية أوفسايد أوفسايد إيريك تراوري بقرار من حكم هدف ثالث لبيراميدز عبد الله سعيد عبد الله عبد الله عبد الله يتأخر يرجعها لمحمود صابر والتسديدة في الزاوية الضيقة ولكن توصل سهلة صاحب الكورة عمرو بركات تتقطع منه وعلى طول حكم اللقاء يطلق صافرة النهاية Thank you.
تعبته بعدم الاستهتار بفريق إسترن اللي طبعا له كل الاحترام، ولكن هو في يعدي كويس قوي. برافو طرابلس، يلعب حداد عكس اتجاه اللعب ناحيه الشمال. خطر إسترن، خطر إسترن، خطر الكره بلاها العفيه. هوبا راجل يا راجل يا ظبط الحائط البشري من خمس لعيبه في الحائط. زيزو شوط واحده، خبر ابيض على الكره. الله لزيزو، حمزه لمسه لزيزو مره تانية، عايز يلف العرضيه، عرضيه خطره عمر السعيد بدماغه. لكن المهارات الزملكاويه قد تاتي بالجديد، الكرات الثابته قد تاتي بالجديد. ادي واحده لفتوح ناحيه شمال، فتوح ماشي، فتوح يدخل بيها لجوه، عايز يشوط بيمينه، ضربه ثابته للزمالك. زيزو يلعب كره عاليه داخل منطقه الجزاء، خطره خطره خطره، يا خبر ابيض. راحت لمتعب ومتعب عايز يحط، اوبا عدت يا اوفا، عدت يا اوفا، ماشي اوفا، احمد امين اوفا ماشي ومكمل، وراح للويتش وسط ثلاثه، انما يقع على الارض وياخد فاول، يقع على الارض وياخد فاول. صالح 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 يحطها، صالح خطر، انما تروح في الحته اللي واقف فيها ابو جبل بعد ما طلعها جوده، تروح لفتوح. الكرات العرضيه ادي واحده لاشرف ناحيه الشمال، خطره جدا للزمالك. اوبا عمر يا سعيد، اوبا عمر يا سعيد، اوبا عمر يا سعيد، يسجل اشرف يا جماعه، وادي اشرف يحطها بشماله، ياخد مكانه عمر السعيد. التهديف في مباراه النهارده عمر بعد كوره حلوه قوي اتعملت له، وادي طرابلس يلعب كوره عرضيه، خطره خطره، خبر ابيض على الكوره. يا عايز زيزو يلف الكره العرضيه داخل المنطقه، خطره جدا، ولكن يلعب واحده طويله دعدور، وخطره جدا محمد صالح بدماغه، واحمد امين تاني عايز يتابعها، انما تعدي تعدي ومعها يطلق صافره. يعني زمالك هيحاول انه يجيب جول تاني عشان يقول لك اللي انت عايزه يا احمد امين. ادي حمزه من ناحيه اليمين، ماشي حمزه يلعبها حلوه قوي لزيزو، وزيزو في اول كرات الزمالك في الشوط الثاني، انما اوبا تغطيه من جوده تنزل لعمر اللي بيشوط واحده، انما تروح في الحته اللي واقف فوق الونش تاني، بيبص على الطويله الونش فتح له اسلام جابر ناحيه الشمال، ومعاه طرابلسي في ظهره، طرابلسي اسلام يستلم ويرجع بيها لفتوح اللي بيحطها لاشرف، اشرف اشرف خطير، اشرف خطير، اشرف ماشي اشرف، ويلعب عرضيه، انما بلعب ماشي مودي يلعب واحده طويله لاحمد امين، اوفا خطره جدا، خطره جدا، هو وجول، هو وجول، وبره وبره، مش ممكن حاجه. هوبا خطره جدا، خطره جدا لمصلحه إستر من ناحيه اليمين، وفراس يلعب كره عرضيه خطره، انما يحط الشكل الهجومي، الاعتماد على الكرات الطويله نجح في مره واحده بس، مره واحده بس كانت لاحمد امين اوفا وراح بيها، انما طلعت. الزمالك اجرى تعديل على وسط ملعبه، طلع اسلام جابر ونزل محمد اشرف رؤى، ادي واحده طويله لاحمد متعب، ياخدها متعب يخش بيها منطقه الجزاء، خطره خطره، جول خطره، جول جول، جول. محمود علاء اعتقد، محمود علاء اتلعبت لمتعب، ادي حمزه يخطئ خطا فادح حمزه المسلوسي وتروح لمتعب، اوبا ده النشيط قوي مودي في وسط الملعب، وادي واحده ثانيه ياخدها الونش، اوه ضربوا في بعض ما فيهاش حاجه، خطره جدا خطره جدا، ومودي عايز يحطها في المرمى، ولا ده لعيب، انما ابو جبل، جبل الزمالك وحش كباله اهو، شايل لعيبها لشيكابالا، وشيكابالا يحطها حلوه قوي لفتوح اللي هيظبط الاوفر، فتوح يظبط الاوفر لمين يا فتوح، لمين يا فتوح، على فريرا يقول لك خلص، عايزين جول عايزين جول. ادي زيزو من ناحيه اليمين يحطها على طول لحمزه، حمزه يلف اوفر حلو قوي، هوبا خبر ابيض على الكوره، يا سيف يعني قد تكون مثيره جدا في عمر المباراه، والزمالك لازم يضغط، وإسترن لازم، ادي واحده طويله نشوف دي الاول، جوده جوده تقلش من جوده وتروح لسيف، وسيف يلعبها، هوبا جول 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 جول، احمد سيد زيزو، الكره بتكافئك يا زيزو، الكره بتكافئ احمد سيد زيزو، جول 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 في الدقيقه 90، في الدقيقه 90 يطيح بالفن والهندسه احمد سيد زيزو، تعبت له طويله هنا الغلطه، جوده بقى ده كلام، بقى ده كلام، استلم سيف الجزيري وحطها لزي، يا عائل يا حبيبي الشبكه، يا احمد يا دعدور، يا اشعل حماس كل الزملكاويه، طبعا طبعا هدف مهم جدا جدا جدا، هدف مهم جدا جدا جدا، وشوف الاحتفال يا حبيبي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يهدي الملعب، يهدي الملعب ويشعل حماس الجمهور الزملكاوي، يا سلام يا زيزو، يا سلام يا سلام عليك زيزو، يا سلام عليك زيزو، يحط جول جميل جدا 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 لنادي الزمالك، اهو قدام حضراتكم فيريرا، جماهير الزمالك بتعيط في المدرجات،
وادي واحده طويله مره تانية تنزل لزيزو على حدود المنطقه يحطها لشيكابالا ناحيه اليمين، استلم شيكابالا يلعب واحده داخل منطقه الجزاء انما محمد صالح قط مهمه جدا جدا جدا، وادي واحده طويله باتجاه عماد اوف سايد. كابتن علاء عبد العال بيقول له حطها، العب ماشي شيكا، ماشي شيكا بيعدي، وواحده من شيكابالا عايز يعدي، شيء من عطر شيكابالا القديم، انما اتقطعت الكوره. ترابولسي في وسط الملعب، جودة يلعب الطويلة لكن معها بيطلق الحكم احمد الغندور صافرته وسط، يعني انفعال.